حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا في فقرة جديدة وحكاية جديدة من حكاية العين. فقرتنا لهذا اليوم راح ناخذكم فيها من داخل نادي العين للهواة. هذا النادي اللي يقدم التشويق والإثارة لمحبي المغامرة والمخاطرة، ولكن تحت منظومة آمنة. وعشان نتعرف أكثر على هذا النادي خلوكم ويانا. تم إنشاء نادي العين للهواة 2005 بتوجيهات حكومتنا الرشيدة على أن يقوم بصقل واستثمار مواهب الشباب في مكان آمن، والحمد لله تم إجراءات كثيرة في هذا الموضوع، وتم التوجيه على إنشاء هذا النادي على أن يتم استثمار أوقات فراغهم وعمل آلية تخدم الشباب والمجتمع بشكل عام. عندنا عدة أنشطة. الأنشطة الرئيسية هي الطيران اللاسلكي وحلبة السيارات اللي هي الكارتينج، ثم حلبة الاستعراض، بالإضافة للأنشطة التراثية الموجودة عندنا في النادي، تصاحبها بعض الألعاب اللي ممكن نحن نتعاون مع المؤسسات الموجودة حاليا والمدارس وبعض الجامعات. بالنسبة للبطولات اللي قمنا بها في النادي من سنة 2005 و2007 و2011، طبعا بالتعاون مع شركات قوية جدا. طبعا بالنسبة للطيران، النادي الأول المرخص في دولة الإمارات. هذا النادي يخدم شريحة كبيرة من الشباب، وطبعا لهم دور كبير جدا سواء كانوا في المؤسسات الحكومية أو في المؤسسات الخاصة. هذا النوع من الطيارات أو هذا النوع من النشاط طبعا هو حساس جدا. نحن نحاول بقدر المستطاع أن نعمل آلية تتناسب مع الأشخاص اللي بيكونوا معنا في هذا النادي، طبعا من النواحي الأمنية ومن النواحي الخاصة التي طبعا فيها بعض المخاطر، ونحن لله الحمد قعدنا ورتبنا مع جهات ومؤسسات خاصة وحكومية في هذا المجال حتى يتم استخراج تراخيص خاصة لهذا الشباب وتمارس هذه الهواية بطريقة آمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نادي العين للهواة محتوي أغلب شباب العين، وفي شباب من بوظبيون عندنا ومن الإمارات الشمالية علشان يزورون أغلب الهوايات اللي هم يطمحون أنهم يحققون فيها إنجاز. ونادي العين فيه أكثر من هواية، عندنا الفروسية وعندنا البينت بول وعندنا الاستعراض بالسيارات وعندنا المكان اللي نحن فيه الخاص بالطيران ريموت كنترول. أعضاء الطيران بالريموت كنترول ما يقلون من 100 عضو ما شاء الله. نحن هني أغلب الوقت نقضي أوقات الفراغ ونحاول قد ما نقدر نلم الشباب اللي ما عندهم هوايات برا، نجذبهم لهوايتنا اللي هي بالريموت كنترول أو الطيارات بالريموت كنترول. من عقب التشويق والإثارة واهتمام النادي بالنشأ، ولا ننسى احتياطات الأمن والسلامة، نكون وصلنا إلى ختام فقرتنا لهذا اليوم. تريونا في فقرات جديدة وحكايات جديدة من حكاية العين. في أمان الله.